السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الأولى، معانا المحاضرة رقم 12 اللي بناخذها من ضمن كل المحاضرات، لكن هي المحاضرة الثانية ضمن السمستر الثاني. عنوانها دام أند ريزرفوار. راح ناخذ بشكل بسيط، ما راح نتعمق بهم كإنشائيا وهاي الأمور، فقط راح يعني ناخذهم من الجانب الجيولوجي، الكونستراكشن الجيولوجي الخاص بهم، كيف يؤثر، شلون الانفلونس مالتهم، تأثير يعني ممكن تأثيرهم ضمن الفوالق والزلازل. يعني صراحة نعتبرها محاضرة جدا مهمة. أول شيء نجي ناخذ بصورة عامة شنو هو السد. الدام، السد دام is a barrier that unbounded water اللي هو يحجز الماء or underground stream أو المياه اللي مثل ما نقول المياه الموجودة بالنهر أو underground أو المياه الجوفية. الغرض من عنده generate electric power هو ينتج الطاقة الكهرومائية، يعني هذا الاستخدام الشائع له. manage يدير أو يمنع تدفق المياه إلى مناطق معينة من الأرض، يعني يحجز الماء ضمن هذا النطاق. eventually distributed يتوزع between location، يحاول أنه يكون موزع بالتساوي بين المناطق، يعني يمنع أنه يجمعها في مكان واحد وإنما يحاول يوزعها بالتساوي. تمام، يعني هاي تعريف العام وال يعني مثل ما نقول المين فاكشن او اهميته، بالاضافه للاريجيشن اكيد. نجي البنفيت اوف دام، هذول راح يكونون بشكل اوسع من ذني النقطتين. نمبر 1 باور جنريشن، توليد الطاقه. ووتر سبلاي، تجهيز امدادات المياه. ستابلايزيشن ووتر فلو، استقرار، يسوي لك استقرار لتدفق الماء، لان ممكن الماء حتى ينتقل للداون ستريم الى منطقه المصب دائما يكون غير مستقر، يجي مرات بتصاريف عالية تصاريف أقل، فيجمع لك الماء بالريزرفوار مالته، فدائما ينطيك يعني مثل ما نقول إمدادات تدفق ماء مستقرة. للري، flood prevention يمنع الفيضانات. land reclamation استصلاح للأراضي. navigation هذا اللي أهم الفوائد اللي من السدود اللي هي الملاحة. نجي disadvantage of dam، اكو بها اضرار السدود لما تنشئ في موقع معين. نعم، السيفج اند ايفابوريشن راح دائما يصير تسرب وتبخر كلش عالي. 2 الجراوند ووتر تيبل افكت، راح تتداخل مع تاثير منسوب الماء الجوفي. السيدمنت واللي احنا راح ندرسه، السيدمنتيشن راح نعطيكم مساله عليه بنهايه المحاضره. بيهايند دام راح تترسب عندي نسبه من الرسوبيات جدا عاليه خلف السد، وهذا اخر موضوع راح ناخذه من هاي المحاضره بالاخير واشرح لكم عليه مساله يعني تجي بالامتحان. الايروجن التاكل او تاكل المصب مال الداون ستريم بفعل احنا شو نقول بسبب الرواسب. تمام عيني، نجي احنا السد حتى ينشا دائما ينشا وياه خزان، راح اسوي لكم هاي الصوره. هذا السد هنا دائما اكو خزان، لان السد شنو الغرض من عنده؟ يخزن الماء، فلازم اكو وياه ريزرفوار. فهسه راح نجي نبين الريزرفوار، الخزان. الريزرفوار شنو معناه؟ الخزان. The dam constructed يعني سد ينشئ across خلال النهر. create artificial lake لما ينشئ النهر خلال مثل ما نقول عبر الأنهار، اش تخلق؟ تخلق لك بحيرات مو طبيعية، بحيرات صناعية. تعرف هذه البحيرات الصناعية اللي هي artificial lakes يسمونها بالريزرفوار، بالخزانات. تمام عيني، هاي اهم يعني تعريف لها بسيط، هذا هو تعريف الريزرفوار، مطلوب من عندكم ومهم ايضا. نجي مثل ما نقول شلون تقسيم الجيولوجيا الهندسيه بتغييرات دوران الارض شلون تاثر. نجي هنا هاي يعني على تاثيرها، شلون اثرت السدود بدخولها بخط الزلازل وغيرها. وكانت ناسا مثل ما نعرف انه ناسا جيوستاتيك عن طريق هذا الدكتور المعين فون جوجو، وهذا وجد الإفيدنسي شو تأكد دليل وجود سدود كبيرة تحدث تغيرات بدوران الأرض بسبب تحول وزن الماء من المحيطات روتيشن بالأرض. ها شو تسبب لنا؟ فأثبتت هذه مثل ما احنا نسميها الثيوري أو النظرية أنه هذه الخزانات أو هذه السدود بسبب امتلاءها بوزن الماء الارتفيشال لايك البحيرات الصناعيه اللي ينشئها السد تسبب لك روتيشن بالارض. هذا النوع من الروتيشن بالارض
يعني شلون يجي نتيجة تحول الماء الموجود وين؟ بيكوز تحول الماء الموجود منين؟ بالخزانات أو بالمحيطات المن للخزانات بسبب العدد أو الكم الهائل من السدود اللي تم بنائها مؤخرا. زين، بالنسبة للدوران اليومي، تمام، الدوران اليومي أيضا للأرض هذا 8 سكند مليون، إيش قد يصير؟ هذا الشيء أثر لك الدوران اليومي، يأثر أيضا يسارع من مقدار دوران الأرض حول نفسها، يعني هذا وزن الماء راح يحاول يزيد من تسارع الدوران اليومي. فهذه هي مثل ما احنا نسميها المخاطر اللي ينشئها الهازارد اللي ينشئها هذه مثل ما نقول احنا بناء هذه السدود بكثرة. فنجي اهم امثلتها او مخاطرها على يعني الجيوفيزيك الجيوفيزيائية التربة. نمبر 1، راح تزداد الايرثكوك الزلازل، راح تزداد ايضا الهزات الارضية، تمام، راح تزداد التوسنامي، راح تزداد الافيلينياس اللي هي الانهيارات الثلجية، وراح تزداد الفلات الفيضانات، وراح تزداد البراكين الفوليكونز. نجي هسه بعدها راح ناخذ وحده وحده. الايرثكوك اللي هي شنو تقصد؟ الزلازل. الايرثكوك صدر فايبريشن، هذا مطلوب، هو عبارة عن اهتزاز مفاجئ وين يحدث؟ السيرفس اوف ذا ايرث، بسطح الارض، وذرلايز مع اطلاق كميه كبيره large amount of energy، مع اطلاق كميه كبيره من الطاقه. The point، نقطه نشوء الزلازل اللي تنشا من عندها الزلازل شو يسمونها؟ يسموها هايبو سنتر، تمام، هاي مطلوبه. ممكن تجيك ضمن المساله او شيء يقول لك what the mean of point of originating الارثكوك، يسموها هايبو سنتر. بعدين النقطه الموجوده على سطح الارض واللي تعرف يعني احنا نسميها بتاثير تركيز الزلازل، يعني يبدا من عندها وتتقسم، شنو اسمها ايضا؟ يسمونها الايبو او الايبو سنتر. اذا عندك نقطتين، الهايبو سنتر والايبو سنتر، تمام، هذين النقطتين ضروري تركز عليهم. نجي كلاسيفيكيشن اوف ايرثكوك، نقسم الايرثكوك الزلازل تتقسم الى صنفين بيست اون ذير المود اوف اوريجين، طريقه انشائها. اول شيء يعني ايش تتقسم هاي؟ على السيرفيس اللي يشتشمل لك على طريقة نتيجة لأسباب بركانية، أما فولكون كوسيس أور تكنيك كوسيس، أما يعني تكون لأسباب بركانية أو لأسباب تكتونية، هاي المن للأوريجين مصدرها الرئيسي. نسبة إلى عمقها لما تتقسم إلى ثلاثة، الزلازل الضحلة اللي تكون مثل ما نقول أصغر من 55 كيلو متر، والانترميديت المتوسطة لما تكون من 55 إلى 300 كيلو متر، والديب فوكس إيرثكوك، وهاي الزلازل ذات التركيز العميق اللي هي قد تركيزها من 300 إلى 650 كيلو متر، لأن أيضا مهمات. نجي بعد ذلك أسباب الزلازل، منين تجي الإيرثكوك؟ يعني الزلازل إذا تحدث أسباب اللي سبق وتناولناهن فوق، قلنا هي توسنامي، الأكيورنس حدوث الانهيارات الأرضية، الفيضانات الثلجية، الانفجارات اللي الفوليكونز اللي تصير من يعني تأثير الإنسان، اسمها المان ميد اكسبوجين، النيازك ميتو ايرك، تمام عيني. نجي الصنف الثاني اللي هي اللاند سلايد، الانهيارات الأرضية. شنو أو الانزلاقات الأرضية؟ if the mass of the earth، إذا كانت كتلة الأرض أو كتلة من الصخور تتحرك على طول يعني طوليا ضمن زون أو سيرفس معين، الفشل اللي يصير بيها على طول منطقة محددة أو سطح محدد، الفشل يسمونه بالانهيار الأرضي land slide. the foremost، القوة الأولى المسؤولة، foremost force، القوة الأولى المسؤولة عن حدوث land slide هي تأثيرات الجاذبية، هاي جدا مهمة النقطة، تمام عيني. شلون تحدث land slide؟ بتأثير الأكشن of gravity، قوة الجاذبية. نجي الكوسيس اوف لاند سلايد، اسباب الانهيارات الارضيه. اما اسباب طبيعيه ناتشرال كوسيس ديو تو ذا جراوند ووتر بريشر، اما تاثير ضغط الماء، الماء يا ماء الماء الجوفي جراوند ووتر بريشر ديو تو ذا ميلتينج. السبب الثاني ذوبان الجليد او الانهار الجليدي والامطار الغزيره هيفي رينفول ديو تو ذا فوليكونز ايكو اور ايرو بوينتس. البتيون هاي شنو معناها؟ يعني الصراحة يسمونها التدفقات أو الانفجارات البركانية.
السبب الثاني human causes اللي هي الأسباب البشرية. أما تدفق المعدات الثقيلة الهيفي ميكانيكال اكويبمنت والترافيك وحركات المرور العالية تسبب يعني اهتزاز بحركات الأرض. البلاستنج اوف روك اللي هي انفجارات اللي احنا نسويها ننسف الصخور وسبق وتناولناها بالمحاضرات السابقة، راح يسوي لك هذا ضعف weakness and stability of slope، راح يسوي لك ضعف بالمنحدر او الميلان نفسه استقراريته، فراح يصير انهيار ارضي. نجي النوع الثالث من انواع الفشل او انواع اللي يصيرن، هو احنا نسميه توسنامي. اتوقع يعني سامعين بي شنو معناه توسنامي. اذا قري جينيت ويف هو عبارة عن موجة عملاقة او سلسلة من الموجات created by undersea earthquake، تنشأ نتيجة زلزال يحدث تحت سطح البحر، تنشأ هذا التوسنامي. الزلزال اللي ينشأ أو ممكن مو فقط زلزال تحت سطح البحر، ممكن ثوران بركاني ماشي، أو ممكن فوليكون ايرو بوينت أو لاند سلايد، أو ممكن مو فقط هذا، أما ثوران بركاني أو انهيار أرضي، بس وين يحدث؟ تحت سطح البحر. يطلق على موجات توسنامي، توسنامي شو يطلق عليها؟ يسمونها تايدل ويف، هاي ضروري تعرفونها، بموجات المد والجزر، هاي ايضا مهمة. الفولكونز اللي هي البراكين، شو يقصد بالبراكين؟ البراكين هو عبارة is a vent holes، هو عبارة عن فتحة في القشرة الأرضية and the earth crust through which lava steam، حيث انها شو تمر من خلالها؟ تمر من خلالها الحمم البركانية وطرد البخار والرماد، تمام؟ هاي بشكل بسيط جدا. الأفلانش اللي هي الانهار الجليدية أيضا هو عبارة عن كمية من الثلج تنزلق من أسفل، يعني من سفوح الجبال إلى الأسفل. الفلاد الفيضانات هو فيض من الماء is overflow of water، يعني فيض من المياه اللي تغمر الأرض، تمام؟ اللي تغمر يا أرض الأرض اللي تكون جافة، يعني لما إنه تأتي هاي كمية الماء الأرض تكون جافة، هاي يسمونها الظاهرة بالفيضانات، تمام؟ نجي هاي الى المحاضره السيدمنتيشن ريزرفوار. احنا قلنا احد انواع الاسباب اللي تصير فشل بالسدود بصوره عامه هو سيدمنتيشن ريزرفوار. السيدمنتيشن ريزرفوار از ديفيكالت بروبلم، هاي بس مجرد تعريف، يقصد بيه ديد ستورج. لاحظ هذا السد مقسم دائما الى قسمين، القسم الاول يسمونه فلاد ليفل واوبريشن ليفل، والليفل الاخير نسميه احنا هذا رسم مطلوب من عندك، والرسم الاخير يسموه ديد ستورج، العمق الميت او العمق الغير فعال. هذا يترسب نتيجة من الأنهار سدمت بمرور الوقت إلى أن يملي، يوصل هذه المرحلة يطلع السد عن خارج الخدمة، تمام؟ شنو أنواع السدمت الرسوبيات؟ ذني مطلوبات من عندك ثلاثة. نمبر 1 suspended load ماشي، ما أريد تفاصيلهم الداخلية، فقط تعدادهم suspended load، والبيد load الحمل القاع والحمل الحي يسمونه suspended load، والتوتال لود اللي هو عبارة عن سسبندد لود زائد بيد لود، تمام عيني؟ الفاكتور بمنها وهاي مطلوبة من عندك، البيد لود ايش قد ياخذ؟ تقريبا 20% من السسبندد لود. اذا مرات اقول لك ايش قد، يعني مرات اعطيك اني فقط السسبندد واقول لك اريد البيد لود، ايش قد تعطيني البيد لود؟ تضرب 20% من السسبندد لود يطلع لك البيد لود. التوتال لود هو عبارة عن جمع السسبندد لود زائد البيد لود، الحمل الحي او الحمل الطائف زائد حمل القاع من الرسوبيات. العوامل اللي تأثر لك على السيدمنت اوف ريزرفوار، هاي معلومات بصورة عامة اللي هي اكستنت، ما مطلوبات من عندك، فقط اطلاع، تايب اوف رينفول، شيب اند سلوب اوف كاتشمنت اريا، الفيجيتيشن كفر، الغطاء النباتي وغيرها، وهذا الرسم توضيحي ايضا. انا اطلبه من عندك انه شلون تحسب الافشنسي يعني الكفاءة، انا من عندك تحسب لي الحمل الكلي للسيدمنت، الحمل الكلي هذا عن طريق هذا القانون، الموست سيدمنت انتر اللي يدخل للريزرفوار خلال فتره معينه، شلون احسب الحمل الكلي؟ عن طريق هذا القانون، هو W الوزن الكلي خلال فتره من الوقت يساوي للوزن الاول W1 اللي هو انيشال الوزن الابتدائي سبيسيفيك ويت زائد الكي، هذا معامل كونسوليديشن معامل الانضمام لوج التي، هذا مطلوب القانون عندك حفظ باللغة الإنجليزية، تمام؟ وكذلك مفرداته باللغة الإنجليزية راح أجيب لك إياها بالامتحان. If you know the initial specific weight هو كذا، فأنت تعرف كون the initial specific weight هو W1. من أقول لك الconsolidation constant معامل الانضمام تعرفه هو الكي، أنا ما أجيب لك إياها كقيمة كي، أجيب لك اسمه فأنت تكون تعرفه. وأطلب من عندك مثلا total dry weight
تمام. هذا هذا الجدول عسى نمشي، انا ما راح اطالب من عندك انه تحفظه او تعرفه، انا راح اجيب لك القيم. راح اعطيك مثال بسيط على sediment of consist يتالف من 5% sand. ايش قد نسبه الساند؟ 5%. 43% salt و52 clay. what the in place density of the material. بعد ايش قد الزمن؟ التي لوج التي 30 year. تمام، يعني sediment is always submerged. هاي إما تنتبه لها، تنتبه هنا عندك لكل قيمة لازم أنت على أساس الوزن اللي عندك، الوزن هذا اللي عندك على أساس يكون أنت تعرف شنو، تعرف قيمة السدمت، تعرف القيمة الكي، الكي منها تطلعها. تمام عيني، يعني هذا الجدول هذا راح أجيب لك إياه بالامتحان، تطلع من عنده قيم الكي. تجي W1 أنا أنطك إياها، طبعا W1 العفو أنا إيش قلت لك؟ انتبه على هاي العبارة assuming the sediment is always submerged. إذا تختار يا حقل، تختار الحقل الأول اللي هو شي نص sediment is always submerged، السديمنت الأول. فمثل ما نلاحظ هنا تنتبه على العبارة اللي أنطيك إياها بالسؤال، جزء أنطيك العبارة الثالثة أقول لك moderate reservoir drawdown، أو أنطيك الثالثة أو الرابعة. فهسان نطيتك الأولى قالت لك السيلمنت تشبيه always submerged. نجي الـ W1 إيش قد تاخذه بالنسبة للساند؟ إيش قد تاخذه؟ تاخذه بهذا الرقم. إيش قد قيمة الكي؟ الـ W2 W للسلط إيش قد؟ والـ W للكلي إيش قد؟ لكن هل ناخذ دكتورة هاي القيم بالـ W كلهن؟ لا، مو كلهن تاخذهن. تجي شو تسوي؟ عندك أنا إيش قد قالت لك أخذ من الساند؟ 5% يعني 5%. يعني ايش قد قيمة هسه الساند هنا؟ قيمته 1497. فقيمة الساند اللي تدخله هنا مو تعدك لازم الـ W1 بالقانون الرئيسي، W1 يشمل لك كم W موجود هنا عندك بالسؤال؟ ثلاثة. فعبارة عن W ساند زائد W سلت زائد W كلي. بس ناخذهم كلهن منا؟ لا، مو انا مطيتك نسب. تضرب 5% بالـ W ساند زائد 43% بيرسنت معناها بالمية في W سلت زائد 52% في W وزن الكلي. تمام، قيم الكي ما تتغير، هن نفسهم يعني ما ينضربن في بيرسن، فقط الاوزان. هسه نجي نطبق القانون W total يساوينا W1 زائد K log T. نجي بهذه العبارة مثل ما تلاحظ هنا، القيمة الاولى زائد في صفر log T زائد الثانية في صفر log T، الان تطلع قيمة W النهائية بالكيلوغرام لكل متر مكعب. او تطبق القانون بالطريقه الاسهل اللي هو انت تطلع لكل قيمه، لازم انت لكل قيمه تطبق هاي القانون، يعني مو تطبق تجمع بعدين نسويه، لا، لان الكي مختلف. يعني تجي هسه على الساند تقول قيمه الساند اللي هو ايش قد؟ 1497. ايش قد اخذ من عنده نسبه؟ 5%. اذا شو اسوي هنا؟ 0.05%. تمام، كله 5%. نجي 1497 زائد الكي مالته صفر، من هنا اخذته هاي قيمته صفر، زائد الكي في لوج التي، لوج الزمن الثلاثين. تمام عيني، في 30 زائد البيرسنت الثاني ايش قد نسبته؟ 43%. اذا 0.43 في الدبليو للسلط ايش قد؟ الكلي زائد 92 في لوج التي زائد الثالث كذلك. فتطلع لك هذه الارقام، يعني هذا الرقم البيرسنت تخليه هنا بالبدايه وتفتح قوس تجمع بين اثنيناتهم، يعني البيرسنت هاي النسبة المئوية اللي هي 5% و 43%، مو تنضرب بس بالوزن اللي هو هنا، لا، تنضرب بهاي القيمة كلها، فتخليها بالبداية وتفتح قوس تخلي ذن القيمتين، التي راح يكون ثابت على الكل. إن شاء الله تكون هي هاي محاضرتنا لهذا اليوم، إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلونا على القناة وإن شاء الله نجاوبكم. نلتقي بكم بالمحاضرات القادمة، دمتم بأمان الله وحفظه.